مساء الخير لكل المشاهدين على قناة الكارما في كل مكان. مساء الخير لمسبحين مصر في المؤتمر الثامن. وأشرقت له الشمس. نفسي نقف في بداية اجتماعنا. تعالوا نصلي، تعالوا نطلب حضور الله. أنا بصلي قوي من الصبح النهاردة أن حضور الله يكون تقيل قوي، حضور الله يقترب إلى كل نفس فينا، حضور الله يصنع في حياتك تاريخ جديد. أنا عندي إيمان قوي إن ربنا يصنع أمور عظيمة قوي في هذه الليلة. ارفع ديك معايا كده وصدق وأعلن ده في عالم الروح. قول يا رب أنا مصدق قوي إن حضورك يسكب، حضورك يكون غزير قوي علينا. صلي يا رب إن كل نشاط شيطاني، كل تحركات من العدو تبطل في اسم الرب يسوع. كل أجساد تعبانة في المكان في اسم يسوع سكيب ونهر شفاء لنا. صدق يا رب إن احنا نخرج مش زي ما دخلنا أبدا، لكن في أمور عظيمة يا رب في حياتنا بتحدث. تعال بأمواج أمواج 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 جديدة على حياتنا يا رب. احنا واقفين نعبدك بالروح وبالحق. ارفع ايديك لو عندك ايمان ان حضوره يلمس حياتك. ارفع ايدك معايا كده وقول بصدق قوي ان الزمن ده زمن مختلف، بصدق قوي ان الزمن جديد على حياتي. لو في حرب على حياتك مستمره قول كده باسم يسوع كل مشوره من الاشرار، كل مشوره من العدو تبطل، كل مشوره على حياتي على بيتي على خدمتي تبطل. نهر شفاء باسم يسوع، نهر حياة باسم الرب يسوع، أعماق جديدة ونقلة وقفزة جديدة لكل نفس موجودة. قول يسوع يسوع يسوع، اسم رائع، اسم عظيم، اسم يحررك. كل قيود تزول يا رب. فيه لو في اي حاجز يا رب لشفاء نفسي في المكان تنهار يا رب، تنهار كل حواجز يا رب، تفصلنا عن حضورك باسم يسوع. قد علمت انك تستطيع كل شيء. قول معايا ولا يعصر عليك امر. أنا مصدق قوي إن الله يشفي ناس في المكان ده. إيماني، ده إيماني أن الله يصنع أمور رائعة عظيمة. وأنا بصلي كده الرب كان بيقول لي إني سأبهرك في هذا الاجتماع. قول كده أنت ستبهرني أيها السيد الرب. سأرى أمور عظيمة جدا فوق كل إدراك، فوق عقلي. تعالى لكل نفس حزينة، لكل نفس متألمة الآن سيدي. نفسي لو نقول الكلمات دي مع بعض، أدخل لقدسك أترجى وجهك الآن، طالب حضورك. أنا عايز ألمس حضورك في المكان. وإنت واقف كده أنا عندي إيمان، ارفع إيدك معايا وقول كده السماوات مفتوحة على حياتي. قول كده معايا خبز البنين صار لي، خبز البنين صار لي. الله يشفي أعماقك في أعماق حزينة. الرب بيقول لي أشفي الأعماق الحزينة. الله يصلح ما أفسده إبليس في حياتك في خدمتك. الله يصلح ما أفسده إبليس. هاليلويا هاليلويا يا رب. عايزين نسجد ليك بالروح والحق ونتعلم نسجد ليك بالروح والحق. ادخلوا لقدسك ارفع ديك معايا اترجى وجهك طالب حضورك، طالبا حضور روحك. شاور عليه وقولوا انت الهي، انت ملجئي وصخرة خلاصي ممن اخاف. قدسك ادخلوا
أدخل حضورك أيها الملك. عايزك ترفع دي كده واستقبل، استقبل حياتك حاجة جديدة، استقبل كده، استقبل أمور جديدة لحياتك. تخليش إحباطات الماضي وفشل الماضي وذكريات الماضي تأثر. قول أنا بستقبل يا رب أمر جديد لحياتي، أنت تغير الواقع المظلم بتاعي، تغير كل واقع مؤلم في حياتي، تعطيني يا رب تشرق لي الشمس. قول كده تشرق لي الشمس. فوق الجميع نرفع اسمك رب قدير للأبد ملكك دوما أمين. دوما نثق بك نثق بك وعظمك
قدير. مين زيك؟ من يعادلك؟ دوما أمين. شاور عليه، شاور عليه. يسوع، 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 يسوع اسمك عظيم، يسوع، يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم، نسجد لك. أخويا الأخ نعيم يجي صلي الوقت ده، وسيب الوقت مع أخويا داود يقودنا في التسبيح. عايزك آخر مرة أطلب منك ارفع إيدك كده وقول كده، أنا مصدق قوي إن الزمن ده زمن جديد لحياتي. ترفع ديك وتقول معايا كده، كل آلة صورت ضدي، قول معايا كل آلة صورت ضدي هتنجح، كل آلة صورت ضدك باسم يسوع، كل حاجة بتعيق انك تتحرك وتحس ان في نشاط شيطاني عليك على دوائر في حياتك، كل باسم يسوع تبطل. كل مشورة للعدو تبطل، مشورة الرب تثبت في حياتي. نعظمك يا إلهنا لأجل اسمك العظيم، اسمك الذي كل من يؤمن به ينال غفران الخطايا. نشكرك لأنه لك نسجد، وإياك وحدك نعبد. نباركك في هذا المحفل العظيم، محفل قديسيك مرنمي مصر. يا رب لتتمجد أنت في وسطنا في هذا المساء، لتعلن قوتك، لتعلن مسحتك لكل من يسبح يرنم يعزف يتكلم، لأن هذا هو إعلانك. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. يا رب اظهر مسحتك الليلة في التسبيح، في الكلمة، في الصلاة. اشغل قلوبنا بيك، لمع الرجاء في أعيننا يا رب، لمع الرجاء في أعيننا. فما نحن إلا في محطة الانتظار للقاء العظيم بشخصك الكريم. لأجل ذلك يا رب، لأجل ذلك يا رب، أعطنا حتى لحظة اللقاء أن نكون دائما
في إشراقة الشمس. إشراقة الشمس يا رب نعظمك لأنك موجود في وسطنا. بركة خاصة، بركة خاصة يا رب لهذه الليلة. أعطنا ليلة مميزة من قبلك يا رب. يا رب يسوع نصلي في اسم من أحبنا يسوع المسيح. نثق يا أبانا بالروح القدس أنك سمعت واستجبت، ولك حمد القلب. هاليلويا. آمين آمين. حلو اسم الرب، عظيم اسم الرب، قدوس اسم الرب، مجيد اسم الرب. ايه اسم الرب تاني؟ برج حصين، صالح. ايه اسم الرب تاني؟ عجيب. هاليلويا. ايوه، املوا الجو باسم الرب. يلا نعظم اسم الرب. عظموا الرب معي نعلي اسمه معي. يلا مع بعض نقرا مع بعض ونسبح الرب بكلمات الكتاب. يلا واحنا بنعلن هذا الاعلان، ممكن اخويا ناصر بعد اذنك، يلا قولوا معي هللويا. سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب. كمل يا من. ليكن اسم الرب من والى، هللويا، من مشرق الشمس اسم الرب ماله. نعم، غنوا لله، رنموا باسمه، اعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه. اسمه ايه؟ ياه يهوى. نعم، واهتفوا عظموا الرب ولنعلي مبارك اسم الرب. هذا هو الهي، قدوس ومهوب. هذا هو الهي، لان في ياه الرب صخر الدهور. مبارك اسمه. يلا قولوا معايا الايه دي، الى اسمك والى ذكرك. ينفع نقولها كمان مره؟ الى اسمك والى ذكرك. يلا بينا، يلا نعلن عن شهوتنا، يلا نعلن عن اسمه، يلا نقترب الى اسمه. الى اسمك وذكرك شهوة نفسي، الى اسمك وذكرك شهوة قلبي، الى اسمك وذكرك شهوة نفسي، الى اسمك وذكرك شهوة قلبي. يا يهوى قوتي، يا يهوى ترنيمتي، يا يهوى قوتي، يا يهوى ترنيمتي. أغني لإسمك مالكي، فأنت أغنيتي، أنت إلهي خالقي ونبع قوتي. أغني لإسمك مالكي، فأنت أغنيتي، أنت إلهي خالقي ونبع قوتي. أغني لإسمك
يلا قول اسم الرب. أغني لإسمك مالك، فأنت أغنيتي، أنت أنت إلهي خالقي ونبع قوتي. مرتفع فأمجد اسمك ملك الملوك، ملك الملوك رب الأرباب، ليس مثلك. أنت إليون مرتفع فأمجد اسمك. شطاي الرب قوتي، يا يهوى قوتي، يا يهوى ترنيمتي. تحمدك شفاء وتنحني الجباه لشخصك يا الله، فأنت خالقها. تسبح القلوب أمامك تدوب، فاسمك اسم مهوب، وأنت وأنت سيدها. بفضل نعمتك، بفضل نعمتك وعمق رحمتك بتك وارتمي عليك. اروي يا رب، اروي ضما شهوة نفسي لاسمك، وشوقي وحبي فرحتي يا ربي وحاجتي. فزت بحبك
قدام الرب واعلن سلطانه عليك. قل له أنت سيدي، أنت خيري، لا شيء غيرك، وبارك اسمك إلى الدهر والأبد. جرب تنطق باسم الرب، جرب وقت ضعفك تقول قوتي شضاي، جرب. جرب في الوقت اللي انت حاسس بيه بفساد بشر بغطيه، قول قدوس قدوس قدوس. جرب انت اسم الرب على حياتك، انت اسم الرب. جرب في مرضك، في عز مرضك تقول رفع، انت الشافي. اسم الرب، الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. مبارك اسمك، مبارك اسمك. بنقترب اليك يا سيدنا الرب، بنقترب اليك بكل هيبة، نتقدم امامك بحمد وبترنيمات ناتفة. انت تسبيح قلوبنا، انت تسبيح قلوبنا، تسبيح قلوبنا ربي. تسبيح قلبي وترنيم ارتحال، عزي ونصري انت الاغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحال، عزي ونصري انت الاغاني في العيش معك، العيش معك يحلو. ترى نفسي ربي في مرعى الحب تربط كأسي، ريا وقلبي تنسيني كل همي، وأشواك طريقي معك أحزاني تمضي يا نوري ورفيقي. ربي تسبيح قلبي وترني مرتحال، عزي ونصري أنت أغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترني مرتحال، عزي ونصري أنت أغاني في الليالي. أنت المن الحقيقي، غذائي لا سواك، لن يكفي القلب غيرك. قولوا معايا فين؟ في السماويات بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا، ومع بعيوننا بنشوف مين زي إلهنا، مين زي إلهنا اللي مقامه رفعنا، ومع أجلسنا في السماويات بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا، ومع بعيوننا بنشوف آيات. قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 هللويا، بنشوف آيات هللويا، بنشوف آيات هللويا. يا قلوبنا الفرحانة، بقلوب فرحانة Bye.
يشبع بجماله نهدي لجد مستحيل ارفع ايدك للاناشيد فيحصل ايه هللويا يمرنا السرور نهتف بحضوره حمد وتمجيد قولوا هللويا قولوا هللويا 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 حمد وتمجيد هللويا حمد وتمجيد هللويا يلا واحنا واقفين كده في مكاننا يلا يلا قدم بإنشائك انت للرب يلا قدم بلسانك يلا قدم بلسانك انت قدم ما امجد اسمك يلا هللوا يلا سبحوا اسمه العلي سبحوا اسمه العلي القدوس المهوب نخضع ليك يا سيد الرب نعلي اسمك معا نعلي اسمك معا من مشرق الشمس الى مغربها يلا يلا نعلي اسمه وحقه في جماعة القديسين حقه في جماعة القديسين مبارك متوج معظم مكرم مقدر متوج في الوسط علي مهوب لك كل السجود مين زي إلهنا نعم مين زي إلهنا ما أمجدك مبارك اسمك مبارك اسمك خاطب الرب بإنشائك عايز ترتجل وانت بتشوفنا قدام الشاشة يلا كلم الرب عظيم جرب كده دوق طعم انك تتأمل تتغزل في شخص الرب قد ايه حلو قد ايه جميل مين زيك انت مين هللويا مين يا يسوع كلم الرب مين زيك انت مين في جمالك مين في حلاوتك يا يسوع I'm
المكان اللي تجسد فيه الحب، المكان اللي أشرقت فيه الشمس. يا رب كنا مش بس الشعب الجالس في الظلمة، لكن يقول عنا كنتم قبلا ظلمة. أشكرك لأنه أشرقت لينا الشمس. مبارك اسمك، بددت كل غيب، محت كل ظلام، تقشع الظلام. مبارك اسمك، مبارك اسمك. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. يلا قول لي معايا لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك، لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك. يلا قول للرب وقدم محبة. الشمس أشرقت، أي حين عندما عبر وهو يخمع. عبور صعب، عبور بعرق، في الصعب الحتة الضيقة دي بتيجي الشمس. صدقني في الضلمة دي، عارفين الشمس أشرقت بعد كم سنة؟ 20 سنة غابت أشرقت له. في الحتة اللي انت حاسس بيها انهارت، دي الكلمات اللي جاية، لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمدان، افتكر حاجة واحدة، انا ربك ليا السلطان. فاكرين اربع اعمدة بتوع اول خدمة؟ انا على العرش وايدي قديرة، مهما بيحصل، مهما كان، كل صعابة كلها مالها يسيرة. بس انت عامل حاجه واحده، استناني بكل ايمان. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل اللي عندك، في فكره عن قلبك تاهت، انا ربك ليا السلطان، انا على العرش وايدي قديره، مهما بيحصل مهما كان، وكل صعابك عندي يسيره، استناني بكل ايمان، اضمن راحتك كل اعلن ثقتك في اساس.
ثقتك في أساس، اعلن ثقتك في أساس، مش هنسى لك كل صلاة. أنا شفت دموعك فعليك الرب اللي بيقول لك الكلام، أنتك وصلت وأهار. أنا حاسس بالضغط عليك، أنا عارف اللي على كتاب، أنا حاسب حملك مظبوط ومجهز منفذ قدامك. ارمي عليا كل ضغوط وهضمن راحتك كل أيام، شبعك فيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك. اعلن ثقتك فيا أساس، وانا هضمن راحتك كل أيام، وفي مرضك أنا بيك دريان، بس بحبي هفك وبان وهنجي كل الأيام. عارفين زي مين؟ زي ما ابن أبو بيشيل. إمتى بيحصل كده؟ طول السكة لو تعبان. أنت مكانك فين؟ أنت في حضني يا ابني مكانك، وفي قلبي رحمة وإحسان، وأنا هضمن راحتك كل أيام، شبعك فيا وعندي خلاص، ومهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، وأنا هضمن راحتك كل أيام، شبعك انت ضامن يا رب. كلمات اللي جايه نقوله انت ضامن العهد، انت قلته والضمان انت ضمنته، مبارك اسمك، انت الضامن وعهدك ابدي، انت اماني، انت عزي وسندي. مالك يا عم؟ انا مطمن. ليه؟ اصل انا مش وحدي، انا مش وحدي. يلا بينا. انت الضامن عهدك ابدي، انت اماني عزي وسندي، أنا مطمن أنا مش وحدي، أنت سلامي ليك راح أعدي، أنت الضامن عهدك أبدي، أنت أماني عزي وسندي، وأنا مطمن أنا مش وحدي، أنت سلامي يا يسوع. أنت عينك سهرانة، دنيا تخبط، نسأل الآن نايم وأنا نفسي متصالة، أتيا حضنك وفرحانة، أنت الضامن عهدك أبدي، أنت رب عليكم. قولوها بإعلان، أنا مطمن أشكرك، أنت سلامي ليك راح أعدي، شايل أحمالي ترفعني، وإذا سبقتك بتشجعني، وبقوة روحك تدفعني وتقومني، شايل أحمالي بترفعني، وإذا سبقتك بتشجعني، وبقوة روحك تدفعني وتقومني. Thank you.
يلا قولوا معايا. أنا من أهلك تمني، قلبي يقول لك بضمان دمك. كمان مرة حالا حالا تيجي لما مين بينده عليه؟ أيوة أهل بيت الله. دمك قلبي يقول لك بضمان دمك. أنا مش أهلك أنت ضامن، هو ضامن وعزي وسندي. أنا بطمن أصل أنت سلامي، اجرح عندي غفرانك ربي فرحني، وحنانك يا يسوع ريحني، قدام هدك راسي أحني، وعلى بقربك ومن حبك قلبي يحبك، عايز قلبي يشبه قلبك. انت ضامن عهدك ابدي، انت اماني عزي وسندي، قلبي اطمن انا مش وحدي، انت سلامي يسوع سلامي، بيك راح يلا هختم معاكم بالتنيمة اللي جاية دي. إن كان هو الضامن، إن كان هو اللي بدأ العهد وضمنه. بالمناسبة حد عارف ضامن لحد فين؟ على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل كمان أبدي. أيوه أبد، مش ضامن اليومين دول، مش ضامن لحد ما خلص حاجة واحدة، لا ضامن للأبد. ضامن تاني بقولها، هو اللي ضامن، مش على إمكانياتك، مش هو اللي دعا، هو اللي يضمن، هو ضامن. أعمل أنا بقى قدام الحق ده إيه اللي أعمله؟ مش أعمل غير حاجة واحدة بس، أمجد اسمك بس، أعيش ليك، أعيش ليك. أنت قوت، أنت إرعى، أنت نور، أنت اشرق بنورك، أنت قدام ونورة. أتصغر جدا وأنت تزيد. تعالوا في الكلمات اللي جايه اقول له كده باعلان، انا عارف ان كلنا عارفينها، وعارف ان هي من الترنيم الحماسيه بس وانا بقولها قدام خدام الرب حتى اللي بيشاهدونا بكل اجلال. ايه اكتر غايه واكتر هدف انت عايش لاجله؟ الترنيمه دي بتقول غايتي وهدفي، معلش انا بلجلج وانا بقول كل اللي اتمناه دي، كل اللي اتمناه كله مفيش حاجه في النص. أشهد عنك يا إلهي، أنا أعلي اسمك، أنا تديني الشرف ده، أنا يبقى ليا الامتياز ده، أنا أشهد عنك، أنا ليك المجد، ليك المجد. تيجي نقف وإحنا بنختم مع بعض، تعالي. غايتي وهدفي أشهد عنك، قولوها كمان مرة. أنا غايتي وهدفي وكل اللي أتمنى، أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلم. يلا قولها كمان مرة. أنا غايتي وهدفي كل اللي أتمنى، أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلم. فوق الكل والكل ليك خدام، لإسمك الأجل كرامة واحترام. عالي فوق الكل والكل ليك خدام، لإسمك الأجل كرامة واحترام. عظيم إسمك يا الله. أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلم.
واخترت المشترى ما أعظمك حبيت الخطى لأسمى الحدود واخترت المصدرى والغير موجود مبارك مبارك اسمك يا هللويا. تيجي نحيي الرب، هو يستحق، هو يستحق. هللويا. داخلين على قدس اقداس الاجتماع مع الغالي دكتور القس ناشد. انا نفسي يجي، وخلينا نقف، انا نفسي نقف، وتعالوا كده نوجه ايدينا عليه قبل ما يبتدي وقت. تعال نصلي من اجله، واطلب من رجل الله اخويا الاخ عادل راتب يجي يصلي بالنيابه عننا. تيجي نقف، تعال نقف مع بعض، وجهوا ايديكم ناحيه المنبر، قولوا كده: يا رب احنا عايزين كلمات نبويه، الاجتماع ده يمتلئ باجواء نبويه، كلمات ناريه باسم يسوع تخترق نفوسنا. يا رب بنعظمك جدا لانك صالح، غايتنا وهدفنا هو انت، وعينينا تتحط عليك انت يا سيد. شكرا ليك من كل القلب لأجل كل وقت هدية أنت بتدهولنا نقعد فيه قدامك يا رب. حقيقي يا رب نمتاز عن باقي الشعوب يا رب، نمتاز في أنك أنت القائد لينا، ونمتاز في أنك أنت هدفنا، وأنت يا رب مصب عينينا. بشكرك لأجل الوقت، بشكرك لأجل أخويا ولأجل الفريق ولأجل التسبيح، بشكرك لأجل الوقت اللي أنت اديتهولنا يا رب. يا رب الآن بنضع جناب القسيس بين إيديك يا رب، هو ما يعرفش احتياجاتنا ولا احتياج اي حد من الموجودين قدام الشاشات، لكن انت يا رب تعطيه، يا رب تعطيه مسحه خاصه في اسم يسوع، جمره من على المذبح تمس شفتاه في اسم الرب يسوع. اعطينا اذهان مفتوحه لاستقبال كلمتك يا رب، لمجد اسمك بشكرك، ليك كرامه وكل المجد، امين. مساء الخير، كل سنة وانتم في ملء البركة. مبسوط جدا ان انا اكون بشارككم كالعادة مؤتمر رائع مليان بحضور الله. اثق في اعلان جديد من عرش الاب يوصل لقلوبنا، روح القدس ياخد سيادته وياخد مكانه. حقيقة انا معجب جدا بالشعار وسط وقت صعب على العالم كله، وحتى اولاد الله في الوقت ده يمكن في ناس عدت بمراحل صعبة، في اللي فقد أحباء وفي اللي عدى في أوقات صعبة وأوقات إغلاق، لكن وسط زي ما بيقول مزمور 91 خوف الليل في إعلان جديد أشرقت له الشمس. وده لي معنى خطير جدا جدا قبل ما أخد القراءة الكتابية. أشرقت الشمس ده لي معنى خطير، إنه ما فيش ليل ملهوش نهاية، وما فيش ظلمة تاخد أزيد من وقتها. كم حد يقول معي أمين؟ فيش ليل ياخد أزيد من وقته. الرب محدد لليل وقته ومحدد للظلمة نهاية. نفسي أقرأ جزئين مع حضراتكم من كلمة الله. خلينا ناخد من تكوين 28 الجزء الأول، تكوين 28 من عدد 10
تعالوا نقف وإحنا بنقرأ كلمة الله. تكوين 28 عدد 10. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت. وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما، السلم منصوب على الأرض ورأسه يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقام عمودا وصب زيتا على رأسه، ودع اسم ذلك المكان بيت إيل، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز. ونظر يعقوب نظرا قائلا: إن كان الرب، إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لأأكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. القراءة الثانية من تكوين 32 موضع الشعار. تعال أقرأ معاكم تكوين 32 من عدد 22. ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجارياتيه وأولاده الأحد عشر، عبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز مكان له. فبقى يعقوب وحده وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. قال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وبركه هناك. فدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنئيل، قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس عبر فنئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسل الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسل. خلونا نغمض عينينا دقيقة واحدة، وخلونا نجهز كده لإعلان خاص جدا. اللي جاي متشوق إن ربنا يكلمه بإعلان، وكل إخواتي اللي بيشاهدونا افتح قلبك معايا وقول: الرب عبدك سامع، عبدك سامع، ابنك وبنتك جاهزين يا رب. كم حد يرفع قلبه وقول له: متاح ليك الليلة يا رب، اللي على قلبك إعلان من السماء ينقلنا، مش مستنين نقطتين ووعظ وتأمل، لكن مستنين شخصك بإعلان يا رب. أؤمن إن كلمتك حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. أؤمن إن كلمتك تصنع اختراقات إلهية في الأجواء يا رب. أؤمن إن قلوبنا الليلة تتلامس مع حضورك واستعلان مجدك ومع كلمتك بقوة يا رب. أنا أثق إنك هتكلمنا وتتلامس معانا ونتغير قدام المراية الحقيقية، مراية كلمتك، نتغير ونحن جميعا ناظرين مجد الله بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، في اسم المسيح ليك الإكرام ولكل المجد، آمين. حقيقي مرات كتير ما بين الوقت الضلمة وغياب الشمس، مرات كتير يبقى عندنا حيرة شديدة، وما بين الوقت اللي الله بيسمح فيه بإشراقة نور جديدة، الله بياخدنا في رحلة من المعاملات الإلهية. النهاردة في الحقيقة ربنا وضع على قلبي الليلة موضوع الحديث عن يعقوب الذي أشرقت له الشمس. وفي الحقيقة رحلة يعقوب يعني فيها جوانب كتير،
تبين قد ايه احنا كبشر مرات كتير بنعتمد على ذواتنا وعلى قدراتنا، لكن مرات كتير بتبين الرحله دي امانه الله وصدقه ومواعيده وايده القديره. حقيقه اول حاجه ما بين غياب الشمس وشروقها او ما بين بيت ايل وفانوئيل، بين الاثنين دول في ناس في حياتها محطات جميلة جدا ومحطات قوية جدا. يعني مثلا يوسف ما بين دوسان وأرض جسان في معاملات إلهية، يعقوب ما بين بيت إيل وما بين فانوئيل. الرحلة دي خدت زي ما كان أخويا بيقول 20 سنة، يذكر الكتاب أن الشمس قد غابت، بعد 20 سنة يجي تقرير إلهي مرة تاني أشرقت له الشمس. في محطات في حياة يعقوب، ودايما تلاقي أولاد الله مميزين بمحطات. يعني لما تدرس حياة إبراهيم تلاقي إبراهيم مميز جدا، إن حياته كان فيها 4 مذابح مميزة جدا. لما تبص على حياة إسحاق ابنه تلاقي في حياة إسحاق 4 أبار مميزة جدا، بس لما تروح ليعقوب تلاقي في يعقوب 4 حجارة قوية جدا، لما تروح ليوسف تلاقي في يوسف 4 ثياب شهيرة جدا. ترى لما الرب يحط تحت كل واحد من خدامه وأولاده، وأنا معاكم النهاردة تقرير، إيه المميز لحياتنا؟ إيه الرحلة اللي سيد عايز ياخدني فيها عشان يعلن مجده وحضوره على حياتي بقوة؟ حقيقة نفسي النهاردة أخد معاكم شوية دروس من حياة يعقوب، لأنه ده يعني الشخصية دي في الحقيقة تستحق الدراسة، تستحق إزاي الرب تعامل مع هذا اليعقوب المتعقب بكيفية إلهية عجيبة. أول حاجة في حياة يعقوب في الحقيقة وبدايته، طبعا حتة في الطريق كده لكل أب وأم موجودين أو بيسمعونا، واللي معهوش ربنا يديله بإعلان خاص كده، ربنا يخترقه ويقول له نحو زمان الحياة الليلة، أو يقول له كلام خاص كده في اسم الرب يسوع. أنه لما إسحاق اتجوز مين؟ اتجوز الأخت رفقة، وكان يمتلك وعد، كان يمتلك وعد قوي من الرب أنه نسله يرث الأرض. عنده وعد من الرب ان انت هتاخد الارض دي، هتاخدها انت ولادك. اسحاق لما اتجوز كان سنه 40، بس قعد 20 سنة ما يخلفش، فوصل سنه كام؟ 60 سنة. بس عنده وعد، في يوم من الايام كده ملى بالاعلان وراح جايب رفقة. انا اتوقع كده هتلاقوا الكلام ده في 25 21، انه دعا رفقة وراح حاطط ايده عليها، بس في الغالب الصلوة جت زيادة شوية، فراح ربنا اداها ايه؟ توأم. التوأم بيتخانق جوه، لما اتولد واحد يقول انا انزل في الاول، التاني يقول له مش سايبك انزل في الاول. فالمهم القوي راح واخد زمام المبادره، التاني مسك في رجله. لما نزلوا في الحقيقه كان فيهم واحد حبيب بابا جدا وواحد حبيب ماما. ليه؟ بابا يحب الولد القوي، واحد فيهم قوي سماه عيسو وقال ده، يقول عنه الكتاب في فمه صيد، يعني ياخد القوز بتاعه يرجع شايل لبابا غزال على كتفه، شايل لبابا صيد. فبابا يحب الولد القوي اللي يعرف يشق طريقه، بس التاني كان بيتوتي شوية، كان حبيب ماما خالص، هادي بيسمع الكلام. حتى ماما لما جت تعلمه علمته الطبيخ، كان بيعمل عدس ريحته جايبة آخر الدنيا، لما يدخل أخوي يعمل ايه؟ يشم. واحد حبيب بابا واحد حبيب ماما، البيت يتكسر. اي اب وام عندهم تمييز بينهم وبين ولادهم دي مشكله كبيره جدا. عشان كده طلع واحد حبيب بابا واحد حبيب ماما، ماما مياله عندها اعلان يقول ان كبير يستعبد لصغير. الرب قال لها كده انه في بطنك شعبان، شعب يقوى على شعب وشعب يستعبد لشعب. طب ما الرب قال لك خليك متمسكه بالاعلان. لا، ند ربنا زقه. لما ربنا مش عايز زقه عشان يتمم مواعيده في حياته. مرات كتير ربنا مرات يحب يعلمنا الانتظار، بس لما وقت الانتظار يطول تلاقوا مؤمنين يزقوا الباب بكتفهم ومؤمنين ينطوا من الشباك. بس ربنا عايز النهارده يعلمني ازاي انتظر مواعيد الله تتحقق في حياتي. حقيقه ما تبص على شخصيه يعقوب، اول درس نفسي احكي فيه عن يعقوب شويه، يعقوب المؤمن في بداية حياته، أحط محطة من محطات حياته، المؤمن المتكل على الجسد.
تقول لي هو في مؤمن ممكن يكون مؤمن جسدي؟ مرات كتير عندي سؤال، ليه الشمس معصلجة مش عايزة تطلع؟ ليه الوقت طال عليا؟ تعال النهاردة أقول لك أنه في مرات كتير أنا نفس الشمس تشرق، بس تشرق بالقوة، تشرق بالجسد، تشرق بالزقة، تشرق بالإمكانيات. يجي الرب يقول لي أنا عايز، يا يعقوب أنت عندك إعلان من الرب بيقول إيه؟ بيقول أنه أنا سأكون أمة عظيمة، سأكون شعب كثير، أنا اللي الرب هيتعامل معي المعاملات اللي هي. طب تعمل إيه؟ أساعد ربنا. تساعده إزاي؟ بص، يعقوب عمل ثلاث حاجات في حياته خطيرة جدا. الأمر الأول، خد البكورية من أخوه بالثمن، خدها بالثمن، وخد بكورية من أبوه بالخداع والمكر، وخد بركة من خاله لبان باللف والدوران. بعد 20 سنة يرجع للرب يقول له باركني، ما أنت أبوك باركك ويعني وخدت البركة من أخوك، ولبان ضحكت عليه، مرة جبت الغنم رقطاء ومرة جبتها منمرة ومرة بلقاء، أنت عايز إيه؟ أنا عايز البركة بتاعتك. أنا اقتنعت قناعة قلبية أن بعد 20 سنة كل اللي عملته بالجسد ملهوش قيمة. مرات كتير إحنا حتى في مجال الخدمة، مرات كتير يبقى عندي أمور روحية أركنها وابتدي أشتغل بالجسد. عمر الجسد ما كان في الحقيقة لي يعني ثمار جيدة. يعني نفسي أقول لكم أنه داود لم يهزم من جلياط ولم يهزم من الأسد والدب، لكن هزم أمام الجسد وشهوته. تشوفوا شمشون الجبار اللي كانوا لما يقفلوا عليه باب المدينة يروح خلعه وياخده وطالع، ولما كان يهجم عليه أسد يشقه كشق الجدي، وبعدين يجي مرة من المرات وقع قدام الجسد والشهوة. عشان كده مرات كتير يعني عندي آية رهيبة في رومية 8 عدد 13 يقول لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون. كم حد فينا يقول له أنا عايز إشراقة الشمس دي تيجي بنقلة في حياتي، أكون مؤمن روحي، أكون خادم روحي. بولس الرسول كان يقول إعلانات رهيبة جدا، يقول لتعود كورنثوس مثلا أنا لم أأتي إليكم بسمو الكلام، يعني أنا جاي ليكم مش بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، لكن كان يقول تعبير قوي، ببرهان الروح والقوة. برهان الروح، نحن نحتاج الأيام دي إشراقة شمس جديدة إلى مؤمنين، إلى مسبحين، إلى خدام كلمة، إلى قادة في اجتماعاتنا ممتلئين من الروح القدس. أشهر إصحاح بيتكلم عن موضوع الجسد ده، لو حضراتكم طلعتوا معايا غلاطية 5، وغلاطية 5 في الحقيقة بيحكي قصة رهيبة جدا. احنا طبعا الإصحاح ده شهير عندنا بثمر الروح القدس، بس لما تطلعوا معايا من عدد 16 يقول ايه؟ يقول من عدد 16 كده، لو حضراتكم بتبصوا معايا في غلاطية 5، يقول انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لان الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ما يقولش الروح يشتهي، لكن قاعد للجسد بايه؟ بالمرصاد، قاعد له بالمرصاد. والروح ضد الجسد، وهذان يقاومان احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون، ولكن اذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس. واعمال الجسد ظاهره، حط شويه حاجات، حط 17 عمل للجسد، وحط 9 ثمرات للروح القدس. ترى لما احط حياتي قدام الرب كده وبص عليها من خلال منظور الله، يعقوب خد شوية معتمد على إمكانيات الجسد وعلى قدراته وعلى الخداع وعلى المكر، محطة رهيبة جدا. محطة دي بعديها على طول يجي إعلان كتابي يقول غابت الشمس. غابت الشمس ليه؟ مفيش شمس مشرقة مع جسد واخد راحته، مفيش شمس مشرقة مع جسد مليان من جوه أمور رهيبة. عشان كده الرب عايزنا النهاردة بإشراقة جديدة، يشرق الرب علينا بإشراقة الروح القدس من جديد. ده اللي احنا محتاجينه. بعد المحطة دي يقول غابت الشمس. ليه غابت الشمس يا رب؟ في شغل للجسد رهيب جدا، في شغل للجسد، في شغل وفي أعمال للجسد. وده في الحقيقة محتاج النهاردة أن الرب يدينا نعمة
والجسد ده ملوش حل غير الصليب. يقول كده بولس الرسول في غلاطية 22، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا لا أنا لا أنا بل المسيح. ما هي أنا يا هو، بس يمشي صح 5 يقول كده الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. ومرة تالتة يتكلم يقول إنه في الصليب ده قد صلب العالم لي وأنا للعالم. حل العالم وحل الجسد وحل الذات ده أنا نروح للصليب وأقول للرب أنا محتاج أعد المرحلة دي، أنا محتاج أعد المنطقة دي. تعرفوا ولاد عالي، لو حضراتكم فتحتوا معايا صموئيل الأول صح 2، في آية من الآيات الخطيرة اللي نادرا لما نقراها في خدماتنا، بس هي آية يعني الروح القدس حطها أكيد بقصد. يعني في صموئيل الأول 2:22 يقول لك وشاخ عالي جدا وسامع بكل ما عملوا بنوه. اقروا معايا الآية دي رهيبة. وأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. على فكرة فان دايك الوحيد اللي كاتبها كده، لو رجعتوا للعربية المبسطة أو ترجمة الحياة أو ترجمات إنجليزي تلاقوا أغلب الترجمات بأنهم كانوا يضاجعون الخادمات وبعض الترجمات المتجندات للخدمة. فما يصعبش عليك انه يجي بعدها على طول في الوقت ده تعبير رهيب جدا اسمه ايخا بوت، قد زال المجد. ليه المجد ممكن يزيل من حياة شخص؟ ليه الشمس ممكن تغيب من حياة واحد فينا؟ لانه في عدم قداسة داخل القلب. انا هاخد البركة، هتاخدها بايه؟ هاخدها بالتمن، هاخدها بالخداع، هاخدها بالكذب، بس هاخدها. طب خدها، خدها وشوف هتعمل معك ايه. يرجع بعد 20 سنة يقول للرب بدموع باركني باركني لم أطلقك إن لم تباركني. حبيبي انت خدت البركة مرة واثنين وثلاثة، طلعوا ما يغنوش عن البركة اللي انت تدها لي. لف على قد ما تلف واعمل على قد ما تعمل، إن سيدك ما حطش إيده عليك كله ملهوش فايدة. بس لما الرب يحط إيده على إناء بتبقى البصمات واضحة، بيبقى الإعلان قوي، بيبقى حضور الله مميز. كم حد فينا الأيام اللي جاية أقول للرب كل اللي أنا متمني إنك تحط إيدك عليا، تحط إيدك على الإناء بقوة عشان أقدر أخدمك. مرحلة من المراحل القوية في حياة يعقوب هنا، بدل مكان بيتكل على الجسد والإمكانيات غابت الشمس. وفي الحقيقة بعد ما غابت الشمس مرات كتير ناس عندهم اعتقادات إنه ربك لا بالمرصاد. يعني هو مستنيك انت تغلط من هنا. ومرات كتير لما ممكن يبقى حد طاقي ومتألم، يعني ووسط الألم ده احنا نقعد كده نعمل ايه؟ ده يشتغل، وده مشكلة كبيرة لما يشتغل كده يقعد يحلل المواضيع. هو فلان ده تعبان ليه؟ اكيد عمل حاجة. يعني انا بحب شخصية ايوب لانه درست الصفر ده بعمق، كنت بكتب كتاب عن الألم فحبيت أشوف فلسفة الألم في سفر أيوب. تخيلوا، أنا بحب أقول النقاط دي لأنها قوية جدا. واحد منهم في صح 4 قال له بص عايز أقولك على حاجة، الذرعون شقاوة يحصدونها. من الآخر أكيد زرعت، وده هنوصل له المادة ده. لو طلعتوا معايا سفر أيوب، طلعوا معايا كده سفر أيوب واخد مع حضراتكم أقول لكم الآيات دي لأنها خطيرة. واحد في صح 4 يعني لما اتكلم مع ايوب اسمه أليفاذ قال له اذكر من هلك وهو بريء. واين في هتلاقوا الكلام ده في عدد 6 و7. في عدد 7 اذكر من هلك وهو بريء واين ابيد المستقيمين، كما قد رايت ان الحارثين اسما والذرعون شقاوه يحصدونها. انا قعدت قدامك اسبوع، هم راحوا يزوروه ليقعد في رمات حريقه. ليه رمات حريقه؟ كان زمان اللي يجيله كانسر في الجلد ملهوش علاج لكماء ولا اشعاع غير ان يقعد في رماد حريقه. ليه رماد الحريقه دي؟ في ماده زي ثاني اكسيد الكربون كده لما تيجي على الجرح تكويه فتبرده شويه، فكانت تيجي ونازل من الجسم في الكانسر اللي في الجلد ده دم وميه، فتيجي الرماد ده فيروح عامل ماده عازله فيبقى في غليان تحته وفي طبق قشره من فوق، فيروح جايب حته فخار كده ويروح شايل الطبق اللي فوق ويكشف الجرح ده عشان يجي رماد عليه تاني عشان يبرده سنه. قعدوا قدامه شقوا كل واحد جبته، وقعدوا اسبوع ما يتكلموش، وبعد اسبوع اتكلموا يا ريتهم ما اتكلموا. واحد قال له زرع وحصاد، ده في صح 4. التاني بقى في صح 8 بلدد قال له ايه؟ قال له في عدد 3 كده هل الله يعوج القضاء؟ اقولها لكم بالبلدي، قال له اكيد تستاهل.
لولا تستاهل لولا ربنا ايه ادالك. يعني اصل هي مش عايزه. مرات كتير يبقى الله بيتعامل مع واحد في وقت كده، يعني اكيد اكيد زارع هنا قال له تستاهل، بس الثالث بقى شد معاه اللي هو صوفر ده في صح 11، فقال له ايه في عدد 6؟ قال له تعبير رهيب جدا، انا بس نفسي تشوفه عدد 6 ده رهيب لو ينفع تشوفوه. قال له ايه؟ ويعلن لك خفايات الحكمه. ايوه، فتعلم انها مضاعفه الفهم. ايوه، فتعلم ان الله يغرمك باقل من اسمك. اللي انت فيه ده قليل عليك، ولو انا مكان ربنا هديك اكتر من كده. هو ده الرب اللي احنا بنتعامل معاه. لما تشوف حد من اخواتك بيعبر حته فيها الم، يتحط ايدك في ظهره وتشجعه وتسيبه في حاله. مرات اشوف اخويا غايب على الشقه، اكيد عمل حاجه، اكيد 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 اكيد، ويجي الرب يقول لي حبيبي انا مش كده. انا صحيح ممكن 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 في اوقات اسمح لك انك تخش في امتحان، بس انا سندك وماسك ايدك. تخيلوا يعقوب طالع من عند باباه يقول له انت مين؟ يقول له انا ابنك عيسو. يقول لي يا اخي الصوت مش صوت عيسو، هو مش بيشوف، صوت يعقوب، بس تعالى عندي كم حاجه، تعالى. راح لمسه كده لقيه شعر، الجسم جسم عيسو بس الصوت صوت مين؟ شمه كده. راحت امه مع الاخت رفقه قال لها ده لو اكتشف ان انا يعقوب بدل ما اخد بركه هاخد ايه؟ قالت له ولا يهمك، سيب الموضوع ده عليا، تلبس جلابيه عيسو وبعدين احط لك الاخوات لما يخططوا ربنا يباركهم. تخطيطهم ايه؟ ما يخرش الماء. خططت له، فرح شمه كده طلع مين؟ طلع ريحه عيسو. فقال له 2-1 يكسبوا، وطالما فيها اكل تعالى. راح مباركه، راح مبارك. خيال واحد كذب على ابوه واخوه بيجري وراه بكل قوته وجايب معاه رجاله لو طاله هيموته، ويقول لك انه غابت الشمس وفي حته صحراء بقى كحل وهو لوحده، وراح جايب مش واحد يجي الصبح يقول لك ما نمتش المخده تعبت رقبتي في بيت المؤتمرات، ده راح جايب ايه تحت راسه؟ حجر، وحط الحجر كده ونام. خيل واحد بالنفسيه دي كذب على ابوه واخوه بيجري وراه ونايم في صحراء مقطوعه، ده يوم ما يحلم يحلم بايه؟ بامانه يعني اسد ياكله، تعبان يلهفه كده، يعني يوم ما يحلم يحلم بقى. بس سيدك يروح عامل له مشهد رهيب رهيب. سلم من السماء للارض منصوبه، وملائكه طالعه وملائكه نازله، وهو شخصيا واقف على السلم من فوق. ايه رايك في الاعلان ده؟ انا كنت متوقع ان الرب لما يظهر يقول له ايه اللي انت هببته ده، ايه اللي انت عملته ده، ده شكل واحد يورث المواعيد، والرب يبص له كده. بس الرب يشوفه نايم كده والملائكه طالعه ونازله وهو واقف، الرب مبتسم على راس السلم اللي واقف عليه ده. في الحقيقه واحد من رجال الله قال تعبير رهيب جدا، قال لك عارف من هين للسماء لو كل درجه من درجات السلم كيلو متر، يعني لو الدرجه الواحده 1000 متر وملاك عليها واحد طالع وملاك نازل، قال لك سيدك جند الليله دي 2 مليون ملاك خصيصا ليعقوب. ايه ده؟ المس ما بين غياب الشمس وشروق امانه الله مع كل واحد فينا. ابقى ضعيف وابقى ملخبط ويجي الرب يقول لي مش هسيبك في الوقت ده، مش هسيبك في وقت حيرتك، مش هسيبك في وقت ضعفك، مش هسيبك تنهار، لكن انا معاك هتمم كل وعد وعدتك بيه، انا معاك وهكمل معاك السكه. كم حد فينا يشهد النهارده ان الله امين؟ كم حد يشهد عن الاعلان ده؟ كم مره ضعفت ولقيت سيدك كده بيفاجئك 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 بمفاجات؟ الرب واقف على السلم من فوق وراح باصص ليعقوب قال له على فكره يا يعقوب، الارض اللي انت نايم عليها دي هي الارض اللي انا وعدتك وعدت اولادك بيها، الارض دي ليك ونسلك. على فكره انا هخليك ام عظيمه وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الارض، وعلى فكره كمان انا متعهد سلامتك، انا معك حيثما تذهب واردك الى هذا المكان. ايه رايكم في الاعلانات دي؟ ايه رايك في الليله الجميله دي؟ ايه رايك لما سيدك يتدخل في المشهد لما يبقى ضلمه كده، يبقى ضعف ولف ودوران وخداع، ويجي سيدك يخترق المشهد؟ انا متاكد انه عملها معايا ومع كل واحد فينا. انا متاكد يروح لبطرس على بحيره الطبريه، انا متخيل كده لما يوحنا يقول له هو الرب، يقول له يا جايين لحد هنا، جايين لحد الحته اللي سبتك ورحت لها، الحته اللي بعتك عشانها، انت جاي لحد ارض ضعفي. كم مرة سيدة عملها مع واحد فينا وراح له لحد أرض ضعفه؟
أمانة الله ما بين غياب الشمس وشروقها، ألمس أمانة الله. عارفين يعقوب تشجع كده، تشجع يا تديني الأرض دي أنا ولادي. طب بص أنا هقول لك ثلاث حاجات قوية. بص عايز أقول لك على حاجة، راح ماسك الحجر ده اللي كان نايم عليه وراح نصبه وراح مطلع زيت وسبه على رأس الحجر وقال ما هذا إلا بيت الله وما هذا إلا باب السماء، حقا إن الرب في هذا المكان. تخيل الإعلان ده، حضور الله لما يملى الصحراء، حضور الله ملى الصحراء كلها، ملى الصحراء. وكان سيدك قال الصحراء دي الليلة هتتحول إلى مجال للحضور الإلهي. الصحراء دي وانت هربان مني أنا خليها تعلن عن محبتي ليك وعن تمسكي بيك. من النهاردة يعقوب ما تقولش هم، أنا أقدر أحول البرية إلى بستان وحول الصحراء إلى مجال للحضور الإلهي. وسيدك يخترق المشهد، هو تشجع قال له بص، يقول له إيه؟ يقول له تعبير أنا عدت أضحك في الحقيقة، بص برضو التعبان تعبان سيبكم انتو، يعني يقول له إيه؟ يقول تعبير، يقول للرب كده يعني أنا ما هذا إلا بيت الله وما هذا إلا باب السماء، ودع اسم المكان بيت إيل، هذا هو بيت الله. المكان ده تحول لمكان لحضور الرب. وبعدين يقول إيه بقى؟ يقول في عدد 20 لو تبصوا معي، تكوين 28-20 يقول لك إيه؟ يقول لك ونذر يعقوب نظرا قائلا إن كان الله معي، لا بصوا معي، إن تعرفوا عندنا في لما حد يتعب قوي يدخلوا أوضة في المستشفى يسموها إيه؟ إن عاش. هو قال لك إن كان الله معه. تخيلوا لما رحاب تمسك الجواسيس وتقول لهم إيه؟ قد علمتم أن الرب قد أعطاكم الأرض، يروح ردين عليها الجواسيس قال له إيه؟ إن أعطانا الرب الأرض. هو مليله الصحراء بحضور إله، هو له إن كان الله معي. يا راجل عيب، يبقى شايلك وشايل بيتك ومتعهد سلامتك وتقول لو الرب معايا، هو لو مش معاك هتقدر تكمل ولا تقدر تعدي؟ إن كان الرب معي، إن كان الرب معي، وهو بيتكلم الكلمات دي، وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لأكل وثيابا لألبس. احنا رب يقول لك انا بديك الارض وخلي الارض كلها تتبارك في نسلك، وانت تقول له ايه؟ ان وكلتني ولبستني هعبدك. طب بقى ما انا عيب، يبقى سيدك بيعمل معانا امور رهيبه جدا. واحد يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ عارف يا رب ان اديتني بس اكل انا واولادي هخدمك. يقول لي يا ابني ده انا بعملها مع الاشرار مش عاملها مع اولادي اللي بيخدموني. كم حد يشهد عن أمانة الله أنه ولا مرة سابني، ولا مرة سابني، ولا مرة سابني. عشان كده إن كان الله معي، أنا عايز دي تتشال من القاموس بتاعنا النهاردة. الرب يعلنها كده. وبعدين الرب يقول له إيه؟ يقول له، يقول ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب إلها وهذا الحجر الذي أقمته يكون بيت الله. ماشي، موافقك يا عقوب، ماشي. خير راح عند خاله لبان، نسي كل نظوره، بس العجيب ان سيدك تمم كل مواعيده. هو نسي كل حاجه، ولا حاجه افتكرها، بس ربنا عمل ايه؟ تمم كل وعوده. مرحله من مراحل حياه يعقوب، انه اول حاجه يعقوب المؤمن المتكل على الجسد واعمال الجسد وخبرات الجسد، بس المرحله الثانيه يعقوب يختبر امانه الله في الطريق. بس نفسي اقرا مع حضراتكم يعني الآية اللي قالها وهو بيشهد عن أمانة الله، لما يقول كده في تكوين 32:10 وهو بيقول، يقول لرب صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة. حد يقدر يقول الشهادة دي؟ وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين. وكانوا عايز يقول للرب أمانتك واضحة معايا. أنا فاكر من 20 سنة وأنا معدي من هنا وغابت علي الشمس، كنت لا أمتلك سوى عصا في يدي. وبعد 20 سنة يبص حواليه يقول له قد صرت جيشين. كم حد فينا يبص على الماضي كده شوية الوار ويقول للرب ممتن ليك ولأمانتك واللي عملته معايا، اللي عملته معايا يخليني آجي ساجد قدامك النهاردة. أمانة الله، أمانة الله.
أمانة الله. بس كمان ما بين غياب الشمس وشروقها، نفسي أحط معاكم مبدأ، وده مبدأ إلهي ما يزعلش، اسمه مبدأ الزرع والحصاد. أحبائي، أنا ربنا مليني في الجزء ده بكلام خطير جدا. إيه هو؟ إنه في مبدأ إلهي من مبادئ الملكوت في غلاطية 6-7 يقول لنا كده، يقول لنا خلي بالكم، خلي بالكم. وهو بيتكلم كده انه يعني خلينا اقرا الايه دي معاكم لانها ايه خطيره. وهو بيحكي بيقول لي لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. احنا بناخد النص الثاني، بس النص الاولاني ده خطير. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فانما يزرعه الانسان. فكركم ايه؟ رايكم واحد يروح اول الموسم واخد معاه، عندنا في الصعيد كده شويه شعير يزرعهم، بس ياخي بقدرة قادر راح يحصد آخر الموسم حصد قمح، ينفع؟ اللي بيزرع شعير بيحصد شعير، واللي بيزرع ذرة بيحصد ذرة، واللي بيزرع عنب بيجني عنب، واللي بيزرع شوك بيتجرح وبيجني شوك. عشان كده جوايا عبارة إعلان إله النهاردة خطير. إيه هو؟ وانت بتزرع للرب اختار بزارك بدقة. وانت بتزرع خلي بالك انت بتزرع ايه. زرعت ايه يا يعقوب؟ انا زرعت شوية حاجات، عندي شوية حاجات، رميت بزار مع اخويا ان انا ضحكت عليه وخدت منه البكورية بطبع عدس. رميت شوية بزار هنا مع اخويا، ضحكت عليه استغفلته، وزرعت في ارض بابا، زرعت شويه كذب وفي الحقيقه رميت بزار هنا. يروح عند خاله لبان خاله، والخال والد على فكره، لبان يغير اجرته 10 مرات ويديله الكبيره بدل الصغيره ويخدعه، وكانه يعقوب. تعرفوا اخوات يوسف لما خدهم يوسف وراح اول ليله شافهم فيه وراح حبسهم، هم قعدوا يتكلموا مع بعض يقولوا ايه ده؟ ذنب اخونا اللي كان بيسترحم واحنا ما رحمناهوش، اهو وقعنا في ايد اللي ما يرحمش. حصاد. اقول لك على حاجه، كل ما تلقي بزار في ملكوت الله، ارمي بزار حسنه وسيخبرك المطر عن مكانها في حينه. هيقول لك انت زرعت هنا في الوقت الفلاني، حتى لو بعد سنين. ولما تزرع بزار خليك بتختار بدقة. وعلى فكرة في الزرع والحصاد انه الحصاد بيبقى اكبر من الزرع بكتير. هتزرع للجسد تحصد فساد، تزرع للروح تحصد حياة أبدية. كم حد فينا النهاردة نفسه يزرع زرعة للرب، زرعة كده يأكل منها أولادنا واللي بعدينا، نزرع زرعة. وإحنا بنزرع على فكرة اللي بنزرعه بيأثر في الملكوت. بنزرع إيه؟ بنزرع جسديات، بنزرع أمور فانية، بنزرع مبادئ في أولادنا مغلوطة، ولا بنزرع للرب؟ عشان كده مبدأ الزرع والحصاد ده مبدأ إلهي، مبدأ إلهي خطير. عشان كده وانت بتتحرك في الخدمة في مبادئ إلهية ربنا عايز يعلمها لنا. ايه المبادئ؟ تحب ايه اللي يحصل في بيتك، واللي تحب انه يحصل في بيتك لما تنزل في بيت طبقه في البيت اللي هتروحه. تحب لما تتقابل مع حد يتعامل معاك ازاي، ومع زوجتك ازاي، ومع اولادك ازاي، تتعامل مع شريك حياتك ازاي. وازرعه ده في الملكوت زي ما انا حابب انه الناس يعملوا معايا. انا هزرع البزار دي، هزرعها في كل بيت بروحه، هزرعها. احنا مرات كتير، مرات مع الخدمة ومرات مع السفر الكتير. مرة من المرات رحت زمان، يعني من فترة كبيرة، رحت استراحة من الاستراحات، بعتولي شاب حد سمارت كده ذكي جدا، كان أجازة ثانوية عامة والرب أكرمه فدخل كلية الطب. ففي الأجازة ما بين ثانوية عامة كانوا عاملين نهضة قبل الدراسة، فأنا رحت فلقيته واقف على محطة القطر، خدني وداني الاستراحة. قال لي على فكرة أنا المسؤول عنك الثلاث أربع أيام دول في الاستراحة، أنا تحت أمرك في أي حاجة. شكرا يا حبيبي. وبديت غيرت هدوم، نزلت على الاجتماع. الشاب ده طلع تحب تتعشى إيه، وراح قعدنا كنا مع بعض بيحكي معايا. قال لي تحب أجي لك الساعة كام الصبح؟
قلت له في الحقيقة الصبح أنا يعني ده وقت بتاع الرب. فهو هز راسه كده قال لي يعني مش هتفطر؟ قلت له لا أنا الصبحية مش بفطر. فهل أنا أجي لك؟ أنا فاضي أجي لك الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 زي ما تحب لما تقوم وأقضي معاك اليوم أسليك بدل ما تقعد لوحدك. قلت له لا بقول لك الجزء الصبح ده الوقت بتاع الصبح ده قدام كلمة الله وأحب أقعد وقت صلاة. فقال لي يعني حضرتك مش هتفطر؟ قلت له لا مش هفطر. طب تحب أجي لك كام؟ قلت له الساعة 1 كويس نخرج زيارات وغدا وزي ما أنت عايز. وبعدين وهو ماشي قال لي غريبة. قلت له ايه؟ قال له حضرتك ما سألتنيش عن الباسورد بتاع الواي فاي ليه؟ فقلت له مش محتاج يعني باسورد ولا واي فاي، عندي نت على موبايل لو هبحث عن حاجة أو أشوف حاجة أبحث. فقال لي تصدق يعني أقول لك حاجة بس ما تزعلش، كان ولد صريح، قال لي كان عندي سؤال جاوبت لي عليه النهاردة. خير؟ قال لي لما كان يجي خدام وأقعد معاهم من الصبح بدري وهو قاعدين على النت وقاعدين نحكي وانا كان عندي سؤال، هما بيقعدوا قدام كلمه الله امتى وبيصلوا امتى؟ انا فوجئت ان الولد الصغير ده واخد باله قوي قوي انه اللي بيجي هنا بيزرع ايه، اللي موجود في الحته دي بيزرع ايه. تخيلوا ان الناس كلها عينيها علينا. انا عارف ان انا على الميديا النهارده وكله بيسمع بس مش مشكله. تخيلوا معايا لما اروح جلسه رايح زياره ايه موضوع الزياره والحديث اللي بيدور؟ ترى بتكلم ايه؟ بتكلم عن مثلا اسعار الشقق، اتكلم مثلا عن انواع الموبايلات، اتكلم عن شويه حاجات، وتيجي في الاخر وانت خارج هو انا قدمت للناس دول ايه؟ هو أنا زرعت هنا إيه؟ عشان كده أحبائي نحن مدعوون لنزرع زرع إلهي في ملكوت الله. وإنت بتروح بيت بتزوره وتحط رجلك فيه أنت مطالب أمام الله ماذا زرعت؟ إحنا بنحط إيه في الأرض دي؟ حط شوية حكاية ونمشي، ولا بنقود الناس دول في صلاة ونقدم زرع ينبت ويثمر لسنين طويلة؟ مبدأ الزرع اللي بنزرعه في بيوت هنحصده بعد شوية، اللي بنزرعه في الملكوت هنحصده بعد شوية، اللي بنزرعه في عيالنا هنزرعه هنحصده بعد شوية. عشان كده الزرع والحصاد ده مبدأ مهم. ما بين غياب الشمس وشروقها لا تعتمد على الجسد، ما بين غياب الشمس وشروقها هناك لمسات خطيرة جدا عن أمانة الله، لكن ما بين غياب الشمس وشروقها ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. بس عندي حقيقة ما بين غياب الشمس وشروقها نفسي أتكلم النهاردة عن مواجهات حاسمة في حياتنا كمؤمنين. رب يسمح أن يعقوب يكون ما بين حجري الرحى، ما بين عيسو ولبان. عيسو يعني إنجاز لي التعبير مؤمن جسدي، ولبان بعيد كل البعد وله آلهة غريبة، وهو اتحط في النص ما بينهم، واحد مش عايزه يدخل واحد مش عايزه يطلع. وهو يجي في الليلة دي، في الليلة دي يعني دي كانت أصعب ليلة من ليالي في حياة يعقوب. الرب يحطه بين حجري الراحة، يقول لك الليلة دي ربنا حب ينفرد بيعقوب إنه أجاذ امرأتيه وجريتيه وأولاده وكل ما له وبقى يعقوب وحده. ليه يا رب ومرات سيدك يحطك في كورنر كده ما يبقى لكش غير هو، ما يبقى لكش غير سيدك، يجي في وقت من الأوقات كده ويخلي كل الناس تبقى خلاص. مرات تحس كده ان التليفون بتاعك عطل ما بيرنش، وتلاقي حاجات وتلاقي ناس نسيوك، وسيدك يقولك ايه الوقت ده انا مخصصه ان انا انفرد بيك. بقى يعقوب وحده. والليلة دي في الحقيقة كلمة يبوك كلمة عبرية معناها حجر افتراق. ليلة صنعت فرق في حياة يعقوب، ليلة اشرقت فيها الشمس. تعرفوا لما الرب راح ليعقوب في عند خاله لبان كان كل مرة يتكلم معاه يقول له أنا إله أبيك إبراهيم وأسحاق، أنا إله أبيك إبراهيم وأسحاق. بس الليلة دي لما راح له في تكوين 31:13 قال له تعبير رهيب، قال له أنا إله بيت إيل. فاكرني لما كنت معاك في الصحراء وما كانش ليه غير، قوم ارجع لبيت إيل.
قوم تعالى، انا محتاجه اتقابل معاك مقابله ثانيه. ارجع لبيت ايل، قوم انا معاك، ارجع لبيت ايل. وييجوا الليله دي والترنيمه، كلكم احبائي شاطرين وممسوحين في الترنيم، كان في ترنيمه يعني لبان بيطاردني وعيسو منتظرني ورحيل في الطريق حصل ازمه وعندي ازمات رهيبه جدا جدا. في مواجهه حاسمه ربنا بيعملها عشان ينفرد ويغير ويعمل أمور عظيمة. حقيقة الليلة دي أنا أتوقع أنه يعقوب مسك في الرب مسكة، بس مسكة صعيدي. عارفين مسكة الصعيدي؟ وأنا شايف المقابلة دي فيها شوية جوانب كده. مسكة قوية. تعرفوا عندنا في الصعيد في المنيا في عزومة اسمها عزومة، يعني إيه عزومة مراكبية؟ واحد يبقى في نص البحر ويقول لك إيه؟ اتفضل، هتفضل اجي لك فين يعني، واجي لك ازاي؟ دي مرات كتير نمسك في رب، يعني عايز تباركني باركنا، مش عايز تباركنا as you like، يعني انت حر بقابلني لو اتباركت بالطريقه دي. بس ده ربنا عايز واحد يمسك فيه، بس ماسكه بجد بقى، انا مش سايبك، لم اطلقك في المواجهه دي. كان يعقوب كانه بعد 20 سنة متلهف على الرب، وكان يقول له يا اتحرمت من حضورك 20 سنة، اتحرمت من حضورك من يوم ما قابلتك في بيت ايل، وراح ماسك فيه كده، لم اطلقك ان لم تباركني. وراح الرب عمل معاه حاجه. يلا ركز معايا، انا هخلي وقت كبير للصلاه، بس ركز معايا لانه الكلام ده هنصلي بيه. الرب عمل معاه حاجتين في غايه الاهميه. الحاجه الاولانيه، سألوا الرب ما اسمك. يا ليلة مش فايتة، ما انت جاي لي مخصوص، وانا شد يمين وانت تشد شمال، وانت تقول لي سيب وانا اقول لك مش هسيب، وانت جاي في الاخر تقول لي اسمك ايه؟ مش انت عارف اسمه وشكله ودقات قلبه وافكاري؟ ايوه عارف، بس عايز اسمعها منك. ما اسمك؟ يقول فقال يعقوب، وكان الرب بص في عينيه قال له يعني المرة دي مش عيسو. لا دي عيسو، دي ضحكت بيها على ابويا من 20 سنة عشان ما كانش بيشوف، بس انت ما يضحكش عليك. نفسي اقول اعلان ببساطة لحضراتكم اللي بسمع، الرب ما بيضحكش عليه. اقدر اضحك على الناس كلها، بس الرب ما بيضحكش عليه. لا يضحك عليه بشوية انشطة ولا شوية علاقات ولا شوية مواعيد ولا شوية أي حاجة. لا سيدك ما بيضحكش عليه. ما اسمك؟ فقال يعقوب. طب عايز تتبارك؟ أيوة عايز أتبارك. قال له البركة لها كلفة، خد راحتك. فرح الرب ضربه على حق فخذه. مرات نوعظ ونقول كسر، لا هو ما كسرش، لو كسروا بعد عنكم يعجزوا، محتاج يتجبس ورجله تتعلق كده. فخلعه. في فرق بين الكسر والخلع. خلع حق فخذه فصار ايه؟ ليه حق فخذه؟ يعقوب كان مميز بمخه ورجليه، مخه يخطط ورجلين تجري. فالرب قال له عشان اباركك عايز اعلمك درس، البركه الالهيه لا تعتمد على الامكانيات البشريه. مش هباركك عشان صوتك حلو او شاطر في العزف، هباركك لانه انا عايز اباركك، هباركك لانك اناء نقي مقدس ليا، هباركك. لا بص احبائي، لو هي بالامكانيات كان يعني في ناس مغنين اصواتهم احلى بكتير، لو هي بالامكانيات في ناس عندهم معلومات رهيبه جدا، بس سيدك لما يحط ايده على اناءك محدش يقدر يقف في وشك مره تاني. عشان كده عايز ايه؟ عايز اتبارك. قال له طب ممكن الوقت اللي جاي نأجل موضوع الجري ده شوية؟ عايزك تركز كده، مش عجزك بس ههد خطواتك شوية. انا عايز اهديك شوية. مرات ربنا يسألني، انا النهاردة صريح وكل حاجة بتسجلها. ربنا سألني قريب سؤال رهيب يا اخوي اسحاق، ونفسي اسأله لاخواتي خدام الرب. قال لي من وجهة نظرك ايه هي مقاييس الخادم الناجح؟ فقعدت محتار شوية. قال لي هل يا ترى يعني حجم المواعيد في الاجندة، ان الاجندة تبقى كلها مترصصة؟ راح ربنا سألني قال لي ولا يعني حجم ظهوره على الميديا، ولا حجم سفرياته بره،
ولا حجم علاقاته وعدد الناس اللي بيشوفوه، الفيور اللي بيشوفوه دلوقتي بمقاييسنا دلوقتي، هي الترنيمة عملت كام؟ هي الوعظة جابت كام؟ وكأنه ده بقى التقييم بتاعنا. وراح الرب قال لي، قال لي تعبير اخترقني رهيب، قال لي عارف دي مقاييس الناس يقسوك مقاييس، بس أنا عندي مقياس تاني. تحب الناس اللي يقيموك ولا تحب سيدك هو اللي يقيمك؟ ده موضوع لما نروح السماء هنشوف مفاجآت مفاجآت مفاجآت. ناس ما كانوش على الساحة والمشاهير، بس هتروح تلاقيهم قدام كرسي المسيح مكللين. تعرفوا أقول لكم على معلومة رهيبة جدا جدا جدا. فأبطال داود يؤاب رئيس جيشه لم يكتب في الأبطال، ما تكتبش، ما كانش ده سليم عنده. تعرفوا الثلاثة الأول مين؟ الثلاثة الأول دول في يتكلم عن ثلاثة أول وثلاثة أول بعدهم، يقول لك كان في ثلاثة قاعدين مع داود في قاعدة كده، وبعدين داود قال آه مالك بس بتتأوه ليه؟ قال من يسقيني ماء من بئر بيت لحم؟ قالوا له بس كده. الثلاثة راحوا واخدين كده الخيول أو البغال بتاعتهم واخترقوا المحل حيث الفلسطينيين، وراحوا جابوا له مية وقالوا له اتفضل. قال لهم ايه ده؟ مش انت قلت نفسك تشرب مية من بيت لحم؟ قال لهم وانتوا روحتوا بيت لحم عشان تجيبوا له مية؟ قالوا احنا ما نستحملش انك تتقوح، حتى انتوا عرضتكوا حياتكوا للموت عشاني؟ دول الثلاثة الاول. قال دي ذبيحة، دي ما تتشربش المية دي، دي ما تتعمل فيها ايه؟ دي تتسكب. لما نروح السماء وتشوف الثلاثة الاول قد يكونوا لم يخترقوا الميديا ولم يخترقوا أشياء كثيرة، لكنهم كانوا أمناء للرب. مقاييس الله. بين غروب الشمس وشروقها هناك أمور إلهية رهيبة. تحب سيدك النهاردة يخلع إيه؟ يخلع إيه؟ يخلع إيه؟ أحبائي بحب الترنيمة اللي رنمها أخويا داود جدا جدا. عالي فوق الكل والكل ليك، كل ليك خدام، كل عندك خدامين. تعرفوا احنا سيدك لما يرقي واحد كده يديله رتبة خادم خدام، دي رتبة دي على فكرة. قال لك كل المؤمنين الرتبة العادية بتاعتنا نسع عنه كسفراء، دي الرتبة العادية. قال لك بس لما يرقيك يخليك خدام. كم حد فينا النهاردة يفتخر أنه خدام للسيد؟ ده أنا موضوع كبير جدا على فكرة، موضوع رهيب. أنا محتاجة أتعامل معاك، أنا عايز أدي لك البركة، عايز الشمس تشرق عليك، بس تعالى تعالى أنا عايز أتعامل معاك معاملة مختلفة، أنا عايز أخترقك الليلة. ما اسمك؟ فقال يعقوب. قال له الأيام اللي جاية ما يبقاش اسمك المتعاقب، لكن سيدعى اسمك فيما بعد إسرائيل. كلمة إسرائيل كلمة عبرية مقطعين، إسرا أي أمير، إيل الله، فأنت أمير الله. من الأيام اللي جاية تتعامل معاملة الأمير، والأمير ده يبقى أبوه إيه؟ هللويا. حد يفتخر النهاردة أنه زمان لما جيت أتفرغ للخدمة كان عندي تحدي. إيه التحدي؟ كنت بشتغل في شركة أدوية كبيرة، ولادي في مدارس خاصة، بس كان أنا ومراتي عندنا حتة كده، ويمكن ولادي سامعيني الثلاثة دلوقتي أشكر رب لأجلهم، البنتين في بيوتهم والرب باركهم، وابن الصغير في ثالثة جامعة. بس لما جينا أنا ومراتي كان عندنا نفسية ولادنا وأنا بتفرغ محتاجة تهيئ، فرحت جايب ولادي كده في يوم أجازة قبل ما اتفرغ على طول، وخدت رأيهم مع أنهم كانوا صغيرين في الوقت ده. قلت لهم عايز أخد رأيكم في حاجة، قالوا لي خير. قلت لهم بابا في وقت من الأوقات كان يعني موظف هنا في شركة في العالم. قالوا آه. قلت لهم بابا جاله ترقية. فقالوا صحيح يا بابا؟ قلت لهم بابا اترقى وهيبقى مع ابن الله الحي، هيبقى في ملكوت الله، هيبقى خدام مع الرب. تعرفوا ولادي من يومها يفتخروا بابا، وهم بيقولوها حسوا بفتخر بابا خادم للرب. كم حد يفتخر انه ترك وانه في امور حطها على المذبح لأجل الرب؟
كم حد يقول للرب النهاردة الأيام اللي جاية أنا عايز المواجهة الحاسمة دي، في حاجات تقع مني، حاجات تقع، ما تعولش هم الرحلة، الرحلة محسومة ومحسومة عند الرب، محسوبة بدقة ومحسوبة ومحسومة بإتقان، إن الرب مش هيسيبك في نص الطريق. خلي الشمس تشرق، إذا كان سيدك بيأكل الأشرار والظالمين فكان بالحري أولاده اللي بيتعامل معاهم. عشان كده ما اسمك؟ فقال يعقوب، والرب خلع حق فخذه. الليلة دي، الليلة دي عند حجر الافتراق في مخاضة يبوق، يجي الاسم يتغير من يبوق الافتراق إلى فنوئيل، حيث حضور الله، حيث حضور الله، لأن رأيت الله وجها لوجه. تحب تشوف الله وجها لوجه؟ دي اللقاءات المغيرة، المغيرة ما بين غروب الشمس وشروقها في دروس لا تعتمد على الجسد وإمكانياته، لكن الله يغرقك بأمانته ويغطيك بأمانته طول الطريق، لكن كمان ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. لكن هناك محطة للتغيير عند فانوئيل، يصنع الله تغيير، تغيير للحياة، تغيير. تشرق الشمس من جديد بعد 20 سنة، بعد 20 سنة. وأنا في الحقيقة نفسي أقول لكم على حاجة مالية قلبي قوي قوي، هو العمر فيه كام 20؟ العمر فيه كام 20؟ عشان أضيع 20 هنا و10 هنا و5 هنا؟ كم حد فينا يقول للرب الوقت اللي جاي بالكامل يكون مكرس لمجدك، يكون يا رب بحط إيدي قدامك، شمس تشرق بالتكريس من جديد، والأيام اللي جاية كل لحظة في عمر تكون ليك، وأنا بخدمك بشكرك لأجل كل إكرام أكرمتني بيه، كل إكرام وكل دعوة صالحة دعوتني بيها. لكن كمان ما بين غروب الشمس وشروقها، عشان ناخد وقت صلاة مع بعض كويس، في الحقيقة عجبني تعبير بحب أحطه شوية، لأنه تعبير إحنا مش بنوعظ عنه، أكون صريح، نادرا في الأوساط بتاعتنا الإنجيلية ما تسمع خدمة عن الجهاد الروحي. بحب آية لو ينفع نشوفها في هوشع 12:3، يقول لك عن يعقوب إنه جاهد مع الله وغلب. تعرفوا إنه الرب بيقول له جاهدت هنا في سفر التكوين، جاهدت مع الله والناس، وهنا يقول جاهد مع الملاك وغلب، جاهد. وفي الحقيقة مع أن بولس الرسول شخصيا نتكلم عن الجهاد مرات كتير، ودانيال كان في صح 10:9 و10 يصلي بجهاد كثير، ولما تكتب على المسيح في لوقا 22:42 أنه كان بيصلي في جهاد عظيم، بولس يتكلم عن الجهاد ده يقول إيه؟ جهدت الجهاد الحسن، يقول تلميذ تيموثاوس جاهد جهاد الإيمان، ومرة كده يقول لم تجاهدوا ضد الخطية حتى الدم، ومرة يقول في كورنثوس الأولى 9:25 كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، ومرة يقول إيه بقى؟ لا يكلل إن في تيموثاوس الثانية 2 لا يكلل إن لم يجاهد إيه؟ بصوا كم آية عن الجهاد، كم مرة سمعت. إحنا عندنا مدرستين متطرفين، مدرسة اسمها مدرسة النعمة، إيه؟ رايح السماء، رايح السماء، أنا اختبرت ورايح السماء، وتلاقي الحياة متلخبطة، حقيقة عند علامة استفهام، وتلاقي واحد يقول لك شد حيلك، شد حيلك، لحد ما تحط رجل جوه ورجل بره أنت لسه ما وصلتش، ده تطرف وده تطرف. نحن خلصنا بالنعمة، ولا يوجد طريق للخلاص هو دم المسيح وعمل نعمة الله، لكن حياتنا مع الله تكون ممتلئة بإيه؟ بالجهاد، بالجهاد. أحبائي الرخاوة، أنا في تكوين 32 كتب عبارة إن الله لا يبارك مدللين لكنه يبارك مصارعين. الله لا يبارك مدللين. كم حد فينا عنده جهاد، عنده دموع، عنده صلاة، عنده صوم أخذ وقت انقطاعي كده؟ كم واحد فينا، أنا نفسي النهاردة في اسم الرب يسوع الوقت اللي جاي لكل إخواتي المسبحين رجال الله المسؤولين إن هم ياخدوا شعب الرب إلى الحضور الإلهي الأيام اللي جاية، كم حد فينا بيجي آخر السنة ويروح قافل أسبوعين ما ياخدش فيهم مواعيد وقول الأسبوعين دول صوم متواصل وصلاة عشان أشوف اللي على قلب الرب ليا الوقت اللي جاي؟
كم حد فينا الوقت ده بيجاهد ويقعد قدام الرب؟ الخدمة تحتاج إلى جهاد، جهاد رهيب، جهاد رهيب. عشان كده جهد وغلب، حياة ممتلئة بالجهاد، حياة ممتلئة بالجهاد. الشروق، شروق الشمس يأتي عندما صارعه الله. عارفين صارعه؟ مصارعة، مصارعة، اتنين ماسكين في بعض بجد، مصارعة، مصارعة. تعرفوا المؤمنين اللي بيصارعوا، اللي بيمسكوا في الرب بشدة كده لأجل البركة. حاجة أخيرة نفسي أقولها في دقيقتين، إنه ما بين غياب الشمس وشروقها هناك تدريبات إلهية، تدريبات إلهية. يعني أنا كان نفسي، ما أعرفش بكرة ربنا هياخدنا في أي رحلة، لكن نفسي أحط قدامكم بعض العبارات اللي جت في تكوين 48 هصلي بيها، ودي ربنا هيدي فيها إعلانات لناس موجودة هنا، إعلانات إلهية. تكوين 48 يقول إيه؟ يقول تعبير أو أكتر من التعبيرات القوية، وهو بيحكي في نهاية حياته ليوسف، يقول له الله ظهر لي في أرض كنعان وباركني وقال لي أجعلك مثمرا ونسلك يعني يأخذ الأرض ملكا أبديا. بس في عدد 7 قال له إيه؟ يلا عدد 7 دي، وافتح قلبك وذهنك كده واستقبل. تكوين 48 عدد 7 يقول له إيه؟ وأنا حين جئت من فدان وأنا راجع من عند خالك لبان، اقروا معايا كده، ماتت عندي رحيل. فين؟ في الطريق. بعدين حط كلمتين كده، أنا دول نوروا قدامي بالروح القدس في وقت كنت محتاج فيه للكلام ده، فدي إعلان كانت ليا. بس استقبل كده، يقولوا أنا ماشي في الطريق حصل عندي أزمة. إيه الأزمة؟ قال له أنا رايح ماشي من فدان، رتبت ترتيب البشري، حطيت إيه؟ حطيت بلها وعيالها، وبعدين زلفة بعيالها، وبعدين قلت لو الموضوع غوط حط بين لايقه بعيالها، وبعدين الغالية خليتها منين؟ راح سيدك لف من الناحية التانية، فماتت عند رحيل، ودي كانت المحبوبة الغالية. ومرات كتير يحصل في حياتنا مش صدماتنا، بسميها زلزال، دي مش صدمة عادية، ماتت عند رحيل. وراح قال إعلان كده، إس بقيت مسافة، كان لسه حبيبي يوسف فيها مسافة، كان فيها مسافة، وطالما فيها مسافة يبقى سيدك هيكملها. طالما لسه ليك مسافة، المسافة دي سيدك حطت لك المعونة اللي هتقدر تكمل بيها المسافة دي. كم حد فينا يؤمن ان لسه فيها مسافة؟ بقيت، إذ بقيت ايه؟ بقيت مسافة، كان لسه فيها مسافة، فأعني وحط إيده في ظهري ودعمني وطلعني برا حزني وطلعني برا اكتئابي، وكمل معايا، كمل معايا، إذ بقيت مسافة. فطالما فيها مسافة يبقى سيدك هيكمل. بس إعلان تاني اخترقني في عدد 11 في الحقيقة، بيقول له إيه؟ بيقول له تعبير، يقول له إيه؟ وقال إسرائيل ليوسف، يلا عشان نصلي بالعدد ده، يقول له إيه؟ لم أكن أظن إني أرى وجهك، وهوذا الله أراني. عارف يا يوسف، يا يوسف يا حبيبي، قال له قول يا باب، قال له ما كنتش أتوقع في يوم من الأيام إن أنا أشوفك، قوم ربنا يخلينا أشوفك وأشوف عيالك. إيه الإله الجميل ده؟ إيه الإله الجميل ده؟ لو سألنا عم يعقوب سؤال، 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 توقعك إنك تشوف ابنك يوسف كان في المية؟ 0%. طب إيه رأيك يا يعقوب أنا خليك تشوف يوسف، مش بس يوسف، وهوريك عيال يوسف وعز يوسف، أنا خليك تشوف. عرفوا الحتة اللي جاية دي خطيرة، لما أولاده رجعوا في 37 وقالوا له إيه؟ تحقق قميص من هذا؟ لا تبقى مصيبة يطلع قميص يوسف، هم اللي بيعينه أو قبضين إيه؟ قبضين ثمنه، يطلع قميص يوسف. فشافوا كده وراح أصدر حكم رهيب جدا، إيه ده؟ قميص ابن يوسف وحش رديء افترس أو افتراسا. يا عم جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ جبتها منين؟ ما هو أهو الجواب باين من عنوانه، قميص عليه دم، يبقى إيه؟ يبقى ايه؟ يبقى وحش كله. وقعد يبكي وحط تراب على راسه ويبكي، قعد يبكي كام؟ 22 سنة. تقول لي جبتها ازاي دي؟
أقول لك أنا، يوسف راح مصر سنه 17، طلع من السجن سنه 30، يبقى الفرق كام؟ دول 13 سنة بعد عنكم، يعني كانوا جمال. هو يقول عليهم وش البركة، الله باركني من خلالهم دول 13 سنة. وقعد 7 سنين بعدهم يجمع القمح، بيقوا كام؟ 13 و7 بيقوا كام؟ ولما قابل اخواته قال لهم ما عداش غير سنتين من الجوع، يبقى كام سنة؟ 22 سنة. خيالوا بعد 22 سنة رجعوا قالوا له يوسف ابنك حي، يوسف حي. طب سيبوني بس اسأل الرب، انزل ولا ما انزلش، اروح ولا ما اروحش. والليلة دي رفع ذبيحة وراح الرب قال له يوسف حي وهو يضع يده على عينيك. سؤال يا اخو اسحاق، لو من 22 سنة جابوا له القميص، دخل لمحضر الله ورفع ذبيحة وقال له انا متأكد ان القميص ده امين قميص يوسف، كان طمنوا سيدك ولا ما طمنوش؟ نفسي اقول لحد موجود هنا او بيسمعنا، الموضوع اللي بتبكي لاجله بقالك سنين ممكن في قعده من القعدات المخلصه مع الرب سيدك يحسمه، يحسمه يحسمه يحسمه. تشرق الشمس باعلان جديد ونور جديد. كم حد يقول له انا مستني اشراقه جديده، اشراقه جديده، اشراقه جديده. يا رب يا رب يا رب، ما اعظم تدريباتك، ما اعظم يا رب ما تصنعه. بس اخد حاجه اخيره معاكم، راح يوسف قال له على فكره دول اولادي اللي سيدي اداهم لي في الغربه، سميت الولد الكبير منسى، قلت كده ان الرب قد انساني كل تعبي، والولد التاني سميته بقى افرايم، ان الرب جعلني مثمرا في ارض غربتي. سيدك يدي لك الايام اللي جايه روحيا منسى وفرايم، ينسيك التعب ويجعلك مثمرا. قال له طب هاتوا مباركهم يا حبيبي. يوسف ذكي وحكيم، فقال لك بابا ما بيشوفش. ايه؟ قال لك خلي الكبير على شمالك عشان بابا قعد في وشه يبقى على يمين بابا، والصغير على يمينك يبقى على شمال بابا، وبابا بعليه ان هو بس يعمل ايه؟ يلا قولوا معايا. عارفين لما يبقى اب كده بسيط ابنه يقول له عليك بس تبصم، انت عليك بس تعمل ايه؟ حط ايدك كده، صلي يا بابا. انت بابا ما بيشوفش، وكانه التاريخ بيرجع مره تاني اهو، التاريخ بيرجع لورا سنين طويله. يلا يا بابا حط ايدك، راح بابا عامل ايده كده. يقول ساء ذلك في عيني يوسف، ليس هكذا يا ابي، مش كده يا بابا، ما تعملش كده، ما تعملش كده. قال استنى بس، استنى بس، الكبير يكون أمة عظيمة لكن الأصغر يكون أعظم منه. طب أنت جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ جبتها من الكنترول من فوق. صحيح أنا عين البشرية ما بتشوفش، بس قلبي مفتوح على إعلانات السماء. ده بيجيب منين ده؟ ده بيجيب من فوق، بيجيب من فوق. واللي قاله يعقوب اتحقق بالحرف الواحد، الرب في تدريباته يملأك بالحكمة والفطنة. كم حد محتاج حكمة وفطنة؟ كم حد يقول له تشرق، تشرق ليا بالروح القدس. حبائي احنا نفسنا نرجع الايام اللي جايه نتكلم عن التمييز في حياتنا كخدام وكمؤمنين. الله يملأنا بروح تمييز، الله يملأنا بروح الحكمه والاعلان، الله يملأنا الايام اللي جايه. انت يا بابا جبت وضع يديه بفطنه، وكانه عايز يقول له جدك اسحاق اعتمد على الشم وعلى اللمس وخانوه، بس انا مش هعتمد لا على شم ولا لمس ولا عينين بشريه، بس انا هجيب من فوق. انا عايز اصلي صلوه معاك انك تجيب لشعب ربنا من فوق الايام اللي جايه، مش من تحت، مش الكلام الارضي، مش الترانيم اللي بتهيص الناس واللي بيبسط الناس. انا عايز اجيب من عرش ربنا من فوق، اجيب اللي على قلب ربنا لشعبه. جبتها منين دي يا بابا؟ جبتها منين؟ قال له من فوق. الكبير هيبقى كبير، بس عايز اقول لك انه الصغير هيبقى اكبر منه، هيبقى اكبر منه. ايه يا بابا ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتقول اعلانات؟ بقول اعلانات. تعرف وانت واقف تقول انا اعرف ناس قابلتهم في الخدمه تابوا في تعليق صغنن وسط الترانيم، تابوا في ترنيمة، صيا كانت جاي من فوق، فلما جاي من فوق عملت ايه؟ اخترقت القلب. كم حد يقول للرب عايز التدريبات دي؟ تعبته مش كده؟ بس احنا عندنا وقت لسه، عندنا تقريبا حوالي 25 دقيقة كده صح؟ ناخد صلاة، ولو البث طلع واحنا بنصلي مفيش مشكلة. بس الليلة دي انا اؤمن انه فيه
اختراقات إلهية. كم حد يقول معي أمين؟ أخواتنا على البث اللي في البيوت واللي معانا على أي حاجة من السوشيال، على الساتلايت أو على الفيسبوك أو على أي حاجة، تعالوا غمضوا عينيكم أنتوا كمان معانا، كل أخواتي اللي موجودين هنا، أخويا ديفيد وأخواتي المسبحين والعازفين، فضلكم تعالوا معايا هنا، غمض عينك كده وناخد النقاط اللي الروح القدس أثارها قدامنا النهاردة. هل يا ترى الوقت اللي فات كان جسد شغال، غيرة، حسد، خصام، تعبان من اخواتك، عندك مرارة، كان في حاجات جواك كده الروح القدس عايز ينبشها؟ كم حد فينا يقول لي بشكرك لأجل أمانتك ولأجل معاملاتك معايا طول الطريق، أنا تعبان. لو أنت تعبان وأنت تعبانة قول للرب بترمى عليك الليلة، بترمى عليك وترمى على أمانتك، بترمى على أمانتك. يقول لنا كده بولس الرسول وهو بيكلم كنيسة كورنثوس في كورنثوس الأولى 10 وهو بيتكلم في عدد 13 يقول لم تصيبكم تجربة إلا بشرية لكن الله أمين، الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون لكنه يعطي مع التجربة المنفذ لكي تستطيع أن تحتمله. كم حد يقول له ممتن ليك الليلة، ممتن ليك والأمانتك. يلا احبائي ارفع قلبك كده في محضر ربنا وقول له يا رب يا رب يا رب يا رب انا بشكرك، بشكرك لاجل امانتك، لاجل معاملاتك، لاجل اختراقاتك الالهيه. ساعدني الايام اللي جايه ازرع زرع سماوي، ارمي بذار بدقه، بذار سماويه تثمر لمجدك يا رب الوقت اللي جاي. الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم، حاملا حزمه ورا كل بكاء وزرع بإخلاص في حزم وفي ترنم. يلا يلا قول للرب كده نفس الأيام اللي جاية يا رب تحط إيدك علي بقوة، وانت بتستقبل ملء جديد من روح الله، وانت بتستقبل توجه من الرب، وانت بتستقبل الوقت اللي جاي قوة قوة في نفسك، وانت بتستقبل من الرب النهاردة حكمة وفطنة جديدة. وانا بستقبل من الرب النهاردة هو بيغير الظنون، لم أكن أظن أني أرى وجهك. قل للرب كل ظنون سلبية تبدلها النهاردة، تبدلها تبدلها. مين يمسك معايا في الرب زي مسكة يعقوب يقول له لم أطلقك، لم أطلقك إن لم تباركني، لم أطلقك، لم أطلقك إن لم تباركني. أنا منتظرك، أنا أتوقعك، حضورك مالي المكان يا رب، حضورك قوي جدا، حضورك يا رب جاي على شعبك بسحابة مجد في اسم الرب يسوع، نتوقعك. يلا غمض عينيك وغمض عينك واستقبل من ربنا في روحك، استقبلي في الروح كده، قول للرب الوقت اللي جاي ده محتاج سندة، محتاج ايدك القديرة، محتاج تحط ايدك عليا بقوة، ايدك عليا بقوة، ايدك عليا بقوة، ايدك عليا بقوة. شكرا 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 لأجل أمانتك ووعودك وسندتك ومعونتك. عايز أعيش في مخافة اسمك يا رب، ده سلامي في خضوع إليك، ويشوف في العالم رسمك لما انظر يا يسوع فعليك. عايز أعيش في مخافة اسمك، ده سلامي في خضوعي إليك، ويشوف فيا العالم رسمك لما انظر يا يسوع فعليك. انت صفقة الربح فعمري، انت المنفعة تحت الشمس، حقك وحدك تستخدمني، والغير ممنوع اللمس. انت صفقة الربح فعمري، وانت المنفعة تحت في الليل، متعني فيا
حقك وحدك تستخدمني والغيرة ما ممنوع علمني. كمل صلاة معايا وكملي صلاة. كم حد يقول للرب يا رب بشكرك النهاردة لأجل يدك القوية الموضوع عليا. وانت موجود كده كم حد شاعر ولامس حضور الله بقوة. كم حد يقول له يا رب الليلة في اسم الرب يسوع تكون ليلة بركة. يا رب ليلة فانوئيل الليلة اللي أشوفك فيها وجها لوجه. الليلة حضورك المجيد يملأنا يا رب يملأنا يملأنا يا رب. الليلة في اسم الرب يسوع قرارات جديدة في محضرك يا رب. في اسم الرب يسوع النهاردة تغيير حقيقي. تشرق الشمس بعد غيابها لو بقاله سنين اللي بقاله 3 و5 و10 وحتى 20 يا رب. تشرق شمسك من جديد. تشرق شمسك من جديد يا رب. شمس الشركة القاعدة معاك قدام كلمتك قدام حضورك يا رب. قدام حضورك يا رب. كم حد يقول للرب يا رب أنا النهاردة نفسي أدخل لعلاقة أعمق وسابية أعمق. أنا مس بفيك. أنا مس بفيك. أنا مس بفيك يا رب. أنا مس بفيك. كم حد يقول له اللي جاي كله ليك يا رب. كله ليك يا رب. كله ليك. ليك القيادة والعبادة والسيادة. الكل ليك يا رب. الأيام اللي جاي يبقى ليك الأولوية. ما تحركش خطوة من غيرك. ما تحركش خطوة من غير حضورك. ما تحركش من غير تأييد منك. ما تحركش إلا وإنت ماسك بإيدي. ما تحركش إلا وإنت حاطط إيدك عليا بقوة. أنا مسبي في تعال أقف معايا وقفي معايا من فضلك وإنت بترد دايب في حب باللي فداني أشوق إليه. أنا قلبي ملك اللي اشتراني خبيني فيه. ده مكاني فيه هو أماني وراحتي فيه. ياللي انت عشاني ترنيمي ليه كل عبادتي والأغاني. يسوع فيك انت وحدك العبادة. يسوع فيك انت وحدك القيادة. يسوع Thank you.
السماء وارفع ايدك قول للرب الوقت اللي جاي ده في البركة في البركة في الحضور، الوقت اللي جاي ده في اشراقة نورك اشراقة نورك، الوقت اللي جاي يصلي معايا قول له في الرب للرب كده في اسم الرب يسوع لا ظلام لا ظلام ولا كسرة في اسم الرب يسوع، لا اعمال الجسد ولا لفطور، لكن الوقت اللي جاي لحضورك لحضورك لاستعلان مجدك على حياتي لاستعلان مجدك على بيتي على اولادي لاستعلان مجدك الوقت اللي جاي في استخدامك لابنك وبنتك يا رب. انا مصدق فيك انا مصدق فيك انك اله عظيم اله قدير بشكرك، مكتوب عن جلالك تعرف ان تغيث المعيا بكلمة ولعديم القوة تكسر له شدة. تعرف النهاردة تطلق إعلان لكل قلب موجود يا رب، تعرف النهاردة تعمل أمور عظيمة معانا تعمل أمور عظيمة مع أولادك يا رب. كم حد يقول له أنا مصدق فيك النهاردة مصدق فيك أنه في إشراقة شمس في وقت صعب في وقت يا رب في انحناء. أنا بشكرك بشكرك سيدي قال كده لأنه تعلق بي لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. كم حد يقول له بشكرك بشكرك. أنا المختبر قلت للرب قلت للرب أنت ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليه. يرد عليه الرب يقول لأنك أنت قلت عشان أنت قلت عشان وضعت ثقتك فيا لأنك أنت قلت أنت يا رب ملجأي جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تضرب ضربة من خيمتك يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب. كم يقول له أنت خلاصي أنت خلاصي أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. بشكرك بشكرك لأجل التكليف والتشريف اللي شرفتيني بيه يا رب. ساعدني أنقل حضورك واستعلان مجدك بقوة الوقت اللي جاي. هللويا هللويا. انتظر تتجدد فيا القوه بل في حياتي انتظرك وارفع جناحاتي كنسرب مرتفعاتي انتظرك تتجدد فيا القوه بل في حياتي انتظر وارفع جناحاتي كنسرب مرتفعاتي انتظرك اجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي انتظرك قدام صعباتي انتظرك اجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي انتظرك قدام صعباتي ونغني شمسي وجهلني شمسك جوا قلبي دليلي انغني شمسي وجهلني شمسك جوا أنا في أمان منتظرة والوعد وصالي بقولي مع الإيمان منتظرة واصبر على المر يمر مهما منتظرة صرخ لك اسند عبدك أنا إنسان أنا منتظرة واصبر على المر يمر مهما كان منتظرة واصرخ لك اسند عبدك أنا إنسان ونغني شمسي دقيقة ايه اللي نفسك ونفسك ربنا يعمله معاك الوقت اللي جاي؟
ايه توقعاتك؟ ايه توقعاتك من الرب؟ لو رب سألك وسألك ماذا تريد أن أصنع لك؟ أنت عايز إيه؟ أنت طالب إيه؟ إيه آخر توقع ليك في الرب وآخر توقع ليك؟ أنت طالب مني إيه الوقت ده؟ يلا لو عندك أمر، لو عندك أمر معين حطه في محضر الله، ويكون ليك الثقة، يكون ليك الثقة إنه إله عظيم يستجيب، يسمع 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 يسمع. رب النهاردة جاي ببص على قلوب مخلصة جاية ليه بصدق القلب، بتحط أمور قدامه في محضره. أنا أثق أن الرب يبدل النهاردة، يبدل الحزن والانحناء والضلمة والخوف والقلق والاضطراب، يبدله يبدله يبدل الرب الحالة ويصنع أمر جديد. الرب قال كده: أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن، الآن الآن ينبت بزارة، تتحط وينبت الآن. لما تحط البزار سيب النمو عليا، بس حط البزار في محضر ربنا، والرب يقولك الأمر ده، الأمر ده اللي أنت بتحطه في مشيئتي الآن ينبت، الآن ينبت، الآن ينبت. شكرا شكرا لأجل حضورك المجيد في وسط أولادك، شكرا لأجل الروح القدس العظيم اللي بيرسل ضعفاتنا، شكرا لأجل حضورك المجيد اللي بيعرف يرفع المنحني. شكرا لأنك موجود هنا يا رب. أقول مع كل إخواتي وفي هذه الجنة.